صباح الخير من جديد. بهدف توفير بيئة خصبة لإبداع الطفل وتنويره بألوان من القصص والإصدارات التربوية والتثقيفية والتعليمية المتنوعة والحرة، ارتأت مؤسسة عبد الحميد شومان أنها تفتتح مكتبة درب المعرفة طبعا المختصة بالأطفال. رح نتعرف أكثر على هالمكتبة وعن أهم الأهداف اللي تم على أساسها إنشاء وإطلاق هاي المكتبة من مديرة مؤسسة عبد الحميد شومان الست فالنتينا قسيسية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا كيف فيكي. حالك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. قبل ما نتحدث عن المكتبة وعن الهدف من تأسيس مكتبة درب المعرفة من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان، كاميرا رؤيا حبت تكون معاكم يوم الافتتاح واللي كان بأول شهر أكتوبر مع الزميل صالح قشطة. إذن كيف كانت أجواء افتتاح مكتبة درب المعرفة؟ مين نتابعه بالتقرير التالي. اليوم الحدث مميز، هو يجمع بين جائزتين، جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان وجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال لعام 2012. هذه الجائزة انطلقت، جائزة الشبان انطلقت في 1982، وجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال انطلقت في 2006. الآن دورة العام 2012 فاز فيها في جائزة الباحثين العرب الشبان 12 فائزا، ومن جائزة أدب الأطفال فاز 2. الفائزون كلهم ينتمون إلى الجامعات والمؤسسات العلمية العربية في الأردن وفي الوطن العربي، وهذا الحدث دائما يشكل احتفالية سنوية للمؤسسة تكرم فيها الفائزين على إنتاجهم البحثي والعلمي في بما أعطوه للوطن العربي وإسهاماتهم البحثية والعلمية والأدبية في كل المجالات. مجالي هندسة الاتصالات، وبمجالي بنعمل أبحاث كتير على تقدم مجال الاتصالات وكيف ممكن نستعمل مجال الاتصالات لتحسين جودة حياة الناس. مثل ما بتعرفوا هلأ كلنا معنا موبايل ديفايسز، معنا سمارت فونز، وكيف ممكن نستعمل هدول السمارت فونز الموصولين في كل وقت لحتى نقدر نحسن حياتنا، يمكن نخفف ضغط السير في الطرقات، يمكن نحسن الـ 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 الأمور الخاصة بالصحة، الأمور التعليمية وإلى آخره. فمجالي هو اتصالات، وكيف ممكن نستعمل مجال الاتصالات لتحسين جودة حياة الناس خاصة في المدن اللي بيكون فيها أكيد مشاكل بيئية ومشاكل تنموية أكثر. طيب إذا نرجع نرحب فيكم من جديد. التقرير لزميلنا صالح قشطة هو عن جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان، وأيضا عن جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، طبعا هي كانت لعام 2012. رح نتطرق لهذا الموضوع، لكن بالبداية زي ما حكينا حابين نحكي عن مكتبة درب المعرفة اللي تم إطلاقها بأول شهر أكتوبر. بنرجع بنرحب بمديرة مؤسسة عبد الحميد شومان، برجع برحب فيكي. أهلا وسهلا فيكي. طيب نتحدث عن المكتبة، مكتبة درب المعرفة، شو سبب تأسيس مكتبة خاصة بالأطفال؟ يعني مؤسسة عبد الحميد شومان هي مؤسسة متخصصة بنشر المعرفة والعلم، وكان من 86 أنشأت أول مكتبة عامة بدعمها القطاع الخاص، المتمثل بالبنك العربي. فكان ضروري وجود مكتبة أطفال، وكان في مكتبة أطفال قبل، بس وقت ما انتقلت المكتبة من موقع إلى آخر، مكتبة الأطفال كان المفروض يكون في إلها موقع آخر. فرجعنا فكرنا أنه إحنا لازم دائما في أي مكتبة وفي أي نشر علم لازم يكون يبدأ من مرحلة الطفولة. طفولة طبعا. فهذا كان الأساس بأنه نرجع مكتبة الأطفال، ونقينا اسم، يعني إحنا سميناها درب المعرفة، كان من ضمن الأطفال اللي ساعدونا أنه نقي اسم للمكتبة. نعم. طيب شو بيميز مكتبة درب المعرفة؟ هلأ بيميزها عدة شغلات. أول إشي هاي المكتبة مفتوحة من أعمار 3 سنين ل 16 سنة. مكتبة عامة موجودة في قلب العاصمة، بتشجع على القراءة. هدف المكتبة إنه إحنا كمان نرجع دور الطفل في الاستكشاف، يعني يلاقي مساحة حرة يقدر إنه من خلالها يقدر يستكشف، يقدر يتعلم، بالإضافة كمان لوجود أنشطة تفاعلية مع الطفل، يعني في المسرح، في الدراما،
كلها هاي بتصب حوالين الكتاب. فمنرجع علاقة الطفل مع الكتاب، منرجع دور الكتاب في تنشئة الطفل. حلو. طيب هلا احنا زي ما عرفنا يعني منذ بداية التأسيس المكتبة عم تحتوي على ما يزيد تقريبا عن 10,000 كتاب خاص طبعا بالأطفال من قصص وروايات وغيره. فكيف بيقدروا الأطفال يستعيروا الكتب اللي موجودة؟ هلا بيقدروا يجوا على المكتبة، لازم يكونوا مشتركين. الاشتراك عبارة عن دينار واحد يعني لطول العمر. نعم. وهو مسترد يعني. فبقدر يشتركوا بدينار، الأخ أو الأخت من نفس العائلة بقدروا أنهم يشتركوا بنص دينار. فأي حدا مشترك بقدر أنه يستعير عدد معين من الكتب، هنا 3 كتب كل أسبوعين بقدر يستعير الكتب إن كانوا قصص روايات يعني، وبعد أسبوعين بقدر يعيد. نعم. طيب هلأ زي ما ذكرتي هي مكتبة درب المعرفة اللي أسستها مؤسسة عبد الحميد شومان مش فقط مقتصرة على استعارة الكتب وترجيع الكتب إلى آخره، لكن أيضا في هناك ركن خاص بالإبداع زي ما قلتي. الإبداع الأطفال مش أيضا بس مقتصر بيكون على القراءة، لكن في هناك أنشطة أخرى من مسرح من موسيقى من غيره. فاحكي لنا عن ركن هالإبداع اللي خصصتوه بهالمكتبة. المكتبة هي مقسمة لثلاث أقسام. نعم. احنا في عنا قسم للأطفال من عمر 3 ل6 سنين. نعم. وهذا بيكون فيه أنشطة مع الطفل. تعرفي الطفل الأصغر محتاج يكون له أنشطة خصوصية. يعني مسرح زي البابت، مسرح دوما بيكون بنقرأ فيه القصة، بنرسم القصة على أمور بسيطة. وبعدين في ركن تاني اسمه ركن الإبداع، اللي هو كمان احنا حوالين القصة بنعمل بنقرأ القصة، بنمثلها، بنرسمها، بنغنيها. فكله بنرجع تعلق الطفل لموضوع القراءة والقصص. وطبعا في المساحة الحرة اللي الطفل بيقدر انه يدرس فيها، يقرأ فيها، يقدر يعمل ابحاث فيها. وفي ركن صغير للكمبيوتر، يعني في عدد من الكمبيوترات بيقدروا كمان الاطفال، لانه كتير يعني بيجوا بيعملوا ابحاث او بيجوا بفتشوا على شيء، او ممكن انهم يربطوا القصة بشيء ممكن انه يطلعوا من الانترنت. ممتاز. عرفنا ايضا في هناك ركن خاص ايضا للاطفال اللي بتتراوح اعمارهم من 3 إلى 6 سنوات، واللي بيستطيعوا انهم يجوا مع اهاليهم او مع عائلاتهم. فشو هذا الركن وبايش بتخصص كمان؟ هلا هذا الركن هو كمان نفس فكرة المكتبة، بس هو بتعرف الاطفال لحالهم من بين 3 ل6 سنوات محتاجين حدا يكون عم بيساعدهم بالقراءة، ومساعدهم حدا يكون عم بيكون معهم بالانشطة. فهذا الركن متخصص، طبعا الطفل لازم يكون معه شخص بالغ من أسرته فوق 18 سنة، لأنه كمان بيهمنا العلاقة بين الطفل والأسرة. وبيكون زي ما حكيت فيه، بيكون في مسرح دمى. نعم. في مسرح فيه تمثيل، يعني الطفل نقرأ القصة فبيقوم بيمثلها بطريقته البسيطة، أو ممكن إنه نرسمها القصة عشان نقدر نتخيل يعني كيف ممكن هاي القصة، أو نعملها خاتمة مختلفة عن الموجودة. يعني كيف نقدر نشجع الإبداع والتفكير الإبداعي للطفل. ممتاز. إذن إحنا قبل شوي شفنا تقرير عن جائزة عبد الحميد شومان، هم جائزتين مبارح تم تسليم الجوائز إلى الفائزين الأولى للباحثين العرب الشبان، والثانية لأدب الأطفال. خلينا نبلش بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان. عرفنا أنها تأسست عام 1982، فشو موضوع هاي الجائزة؟ موضوع الجائزة هو أنه إحنا نشجع البحث العلمي ونكرم العلماء اللي بيكونوا يعني عم بيعملوا أبحاث لفترات طويلة، وبيكون في إلهم خط بحثي، وبيكونوا عم بيساهموا في، طبعا دايما الاقتصاد مربوط بالأبحاث لأنه بيأثر يعني. وهي كانت الفكرة من إنشاء مؤسسة عبد الحميد شومان، يعني هي أول ما بلشت بالجوائز وبجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان. نعم. فتأسيس أو تشجيع البحث العلمي ونشر المعرفة، هذا كان الهدف من وضع الجائزة، من وجود الجائزة. طيب على أي أساس بتم اختيار الفائزين، ومين اللجنة اللي بتختار الفائزين؟ هلأ اللجنة في عنا هيئة علمية، هي بتحط الشروط، بتكون كل سنة بنحط لها طبعا تخصصات معينة للجائزة، وكل وفي 12 تخصص يعني بتقدم له، بيتم الإعلان عنها في جميع الجامعات العربية والمؤسسات العلمية. نعم. في الوطن العربي. وكمان في كل سنة بيصير في لجنة تحكيم، لجان. نعم. تحكيم بيتم اختيارهم حسب التخصصات الموجودين، ومن هن من الأردن ومن الوطن العربي، يعني مش بس من الأردن بيكونوا.
وبتتوزع عليهم الأبحاث وبصير في تقييم للأبحاث وبعدين بيجتمعوا وبيقرروا على الفائزين كل حدا في تخصصه وهي اللجنة بتتغير سنويا يعني. نعم، وعرفنا أيضا أن العمل البحثي لازم تكون مدته 3 سنوات على الأقل. لازم الأبحاث اللي بعتوا لنا إياها لأنه إحنا منقيم العمل البحثي للباحث فالنتاج العلم اللي عمله الأبحاث العلمية اللي عملها لآخر 3 سنوات يعني ومش تكون رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير وإنما هذا خط البحث تبع البحث. طب بما أنه مبارح كان الحفل وعم نقول أنه الاستهداف هو للوطن العربي يعني الشبان من كل أنحاء الوطن العربي، شو الدول اللي فازت بجائزة عبد الحميد شومان لعام 2012؟ في عنا من الإمارات، من السعودية، من الكويت، من فلسطين، من مصر والأردن. وشو الجائزة؟ الجائزة طبعا هي جائزة مالية قيمتها $15,000 بالإضافة لدرع من المؤسسة وشهادة من المؤسسة تكريم للباحث، بس هي أكثر المعنوية، القيمة المعنوية للجائزة خصوصا أنه لها صدى كتير كبير في الوطن العربي. ممتاز. عرفنا أيضا أنه جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان رح يتم استحداثها لحتى تستهدف الباحثين العرب بشكل عام، لا تكون مقصورة أو مقتصرة على فئة عمرية محددة، فليش عملتوا هذا الاستحداث؟ الهيئة العلمية بعد دراسة يعني الجوائز أو الجائزة هاي بالذات حست أنه أول شيء العلم ما بيوقف عند عمر معين، بالعكس كل ما زاد العمر بتزيد الخبرة فممكن يزيد يعني النتاج العلمي للباحث، فإحنا هدفنا البحث العلمي. نعم. فلغينا العمر، بالعهلا أي حدا بيقدر يقدم للجائزة، وبالإضافة صار في 6 حقول نقينا أنه يكونوا من ضمن 6 حقول وكل حقل بيكون فيه له تخصص بالسنة، والست حقول هي بتشمل كل العلوم طبعا. ممتاز. والتخصصات هاي كل سنة ممكن أنها تتغير. يعني حسب حاجة يعني الوطن العربي. ممتاز. طيب نتحدث سريعا عن جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال. هاي الجائزة بتسهم أو بتهدف إلى الارتقاء بالأدب والإبداع الأدبي عند الأطفال، فأحكي لنا عنها هيك بشكل سريع. هاي الجائزة كمان تأسست عام 2006 بهدف الارتقاء بالأدب الموجه للأطفال. فهي كمان جائزة عربية. نعم. وبتتم إطلاقها سنويا وبتكون من كل سنة بيكون في إلها موضوع، إن كانت بالشعر، بالقصة، بالبرامج مسرحية أو برامج تلفزيونية، وكل سنة بيكون في موضوع متخصص. يعني الموضوع لهاي السنة كان عن الأنشودة الوطنية والاجتماعية. نعم. وتقدم لها طبعا كمان من يعني من الوطن العربي أدباء اللي بكتبوا للأطفال طبعا. ونشحوا عنا هاي السنة شخصين، واحد من تونس وواحد من الأردن. نعم. وشو الجائزة كمان مرة؟ كمان هي جائزة مالية بالإضافة لتكريم شهادة ودرع، وإن شاء الله يعني إحنا منتأمل لسنوات لقدام إنه حتى نصير كمان نساهم في نشر الأعمال الأدبية للأدباء اللي متخصصين في موضوع الأطفال. نعم. إحنا تقريبا خلص وقتنا، بس في فعالية مهمة جدا رح تقوموا فيها بمؤسسة عبد الحميد شومان وهي أسبوع الفيلم الصيني اللي رح تكون يوم الأربعاء القادم. نعم. بشكل سريع احكينا. نعم. هي هاي بالتعاون مع السفارة الجمهورية الصين الشعبية ومع الهيئة الملكية للأفلام. إحنا كمؤسسة عبد الحميد شومان دايما في عنا مهرجانات للأفلام، وهذا بيكون أسبوع للفيلم الصيني. نعم. رح يكون في عنا 6 أفلام من يوم الأربعاء ليوم الاثنين، والأفلام رح تكون عن الكوميديا، رح تكون حتى كمان دراما أو فنون قتالية، بتعرف الصينيين عندهم الحب للفنون القتالية، فرح يكون كل يوم من الساعة 8 في المركز الثقافي الملكي. إن شاء الله. أنا بدي أتشكركم، شكرا لمؤسسة عبد الحميد شومان بكل النشاطات اللي بتقوموا فيها أكيد لخدمة المجتمع المحلي، وبدي أتشكرك بشكل خاص مديرة مؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيس. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. تسلمي. شكرا لك. أهلا وسهلا. Thank you.